أهلا وسهلا بكم أصدقائي لهذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نستعرض طريقة جعل جوالك يبث وايرليس، وبالتالي يصبح نقطة وصول، أي يصبح كالراوتر تماما. أنت لديك خط 3G في داخل الجوال، وأحببت أن هنالك لديك أصدقائك بجوارك، وأحببت أن تبث لهم أنترنت عن طريق جوالك. ما هي الطريقة التي يجب أن تفعلها أو تتبعها لكي تبث لهم الأنترنت عن طريق جوالك؟ لك الطريقة بسيطة جدا أصدقائي، نقوم بإزدال الستارة من الأعلى ومن ثم الدخول إلى الإعدادات. بعد الدخول إلى الإعدادات ننتقل إلى الاتصالات. داخل الاتصالات يوجد هنا نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد، ندخل إلى داخلها ثم نفعل الخيار الأول نقطة اتصال الهواتف المحمولة، نضغط له موافق لأنه سوف يقوم بإيقاف شبكة الوايرلس. إيقاف شبكة الوايرلس التلقي، الآن هو سوف يبث، أي سوف يعمل العمل العكسي، يصبح هو الراوتر. ندخل إلى نقطة الاتصال، ها هنا نضغط في داخلها. سوف نلاحظ أن اسم الشبكة هو أبو عمير كما نشاهد. كلمة المرور لا شيء، يمكنك وضع كلمة مرور لا على التعيين، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا، ومن ثم تقول له حفظ. أصبح الآن الجهاز نقطة بث وايرلس، وتلاحظ هنا بالأعلى أصبح لديك ها هنا تم تشغيل نقطة اتصال الهواتف المحمولة أو التقييد، ونلاحظ أن شكلها بخلاف شكل شبكة الوايرلس المعتاد عليها التي تكون في الأعلى بالعادة، نلاحظ أن لونها غامق وهي تأتي بشكل غير الاعتيادي. هكذا أصدقائي قمت بتشغيل جوالي على أنه راوتر أو أنه نقطة بث للوايرلس. يمكنني وضع خط 3G أو خط 4G داخل الجوال وبث الوايرلس منه. تسألني كم جهاز يستطيع استيعاب؟ يعتمد ذلك على حسب معالج الجهاز الذي لديك. فالجهاز إذا كان المعالج الخاص به قوي ممكن أن يصل عدد المتصلين به حتى أعتقد حتى 10. أما الأجهزة المتوسطة وما دون المتوسطة قد يتصل به 3 إلى 4 إلى 5 أجهزة بالكثير. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.